أنتم أوقاتا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد هذا المساء من وراء الحدث. نخصصه اليوم للحديث عن الوضع الوبائي بعد تحسن المؤشرات للأسبوع العاشر على التوالي، إضافة إلى أهمية جواز التلقيح والجرعة الثالثة. نسعد كثيرا اليوم باستضافة البروفيسور مولاي مصطفى الناشي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. كما يسعدنا كثيرا أن نستضيف البروفيسور عبد الله بادو، مدير مختبر المناعة الجينية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. ويسرنا كذلك كثيرا أن شارك معنا البروفيسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب بالرباط وهو متخصص في القضايا الصحية. أهلا بكم جميعا ضيوفا كراما. قبل أن نبدأ الحوار نتوقف عند جواب خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب اليوم في جلسة الأسئلة الشفهية. جواز التلقيح هو تحصيله حاصل، 24 مليون تقريبا ديال الناس اللي مستفيدين، قررنا المناعة الجماعية. فإلا دخل جواز التلقيح لحيز التطبيق فهو حماية. لاش؟ لأن المعادلة اليوم صعيبة باش نحققوها. حنا بغينا نعشوا القطاع الاقتصادي واجتماعي، بغينا نحفظوا على الحالة الوبائية، بغينا وليداتنا يقراو، بغيتوا ديروا الجلسات حضوريا. كيفاش بغيتي ديروا جلسات حضوريا وما كانش جواز التلقيح باش يحصلنا من حدوث بؤر؟ تقدر تكون بؤر مهنيه تجاريه سياسيه حتى هي تقدر تكون. فبالتالي الجواز التلقيح هو الوسيله الوحيده اللي عندنا. انا كنشوفه وسيله حضاريه، بالعكس اي واحد هو يقدم من دايته لراسو جواز التلقيح، لانه خاص من الحقوق ديالو ان نحفظوا على شروط السلامه ديالو هو بالنسبه لواحد اخر اللي يمكن له يحمل الفيروس ويعرضه للخطر ويعرض حتى ذاك الارباب العمل للافلاس. لان واحد السيد بغى يخدم في القهوه، بغى يخدم في المطعم، بغى يستقبل الزبناء، ما بغيناش نسدوا ليه. احنا ماشي في منأى من موجه اخرى. العالم كله كيشهد في اوروبا، وكنشوفوا متحور جديد سلاله لو سو فاريون ديال الدلتا اللي هو لو ا ايغري 4.2. الحمد لله احنا حتى حنا عندنا اليقظه الجينوميه، ما عندناش هذا ا ايغري 4.2، عندنا ا ايغري 3.3 ا ايغري 2.5 اللي هما ما كيشكلوش خطر علينا وحنا متبعين. ولهذا شنو الحل اليوم ديالنا قبل ما تجينا هذه الموجه هذه؟ وانتم عارفين وقالوها الساده النواب محترم كلهم قالوها، وكان عندهم الاجماع المنظومه الصحيه فيها نواقص، رجال ونساء ورجال الصحة والناس اللي في الصفوف الأمامية كلها عيات إرهاق عامين ديال راه إلا مشات تجاتنا موجة أخرى غادي نعاود ندخلوا كذلك في صراعات. الحمد لله اكتسبنا ما فيه من الكفاية من الثقة، عامين ديال التدبير ديال الجائحة، تنظن أن المواطنين غيكونوا تيثقوا في الإجراءات اللي كتاخذها السلطات العمومية بما فيها التوصيات اللي كتخرج ديال اللجنة العلمية واللي كتبقى متبعة دوريا هاد الامور هذه. فبالتالي اليوم كنهضروا على شي حوايج اللي هما جزئيين وثانويين. كاين الناس اللي هما كيمتنعوا، وانا شخصيا استقبلت الناس اللي هما دايرين هاد الموفمون ديال انتي فاكسين، استقبلتهم. كاين اللي كيقول لي ما كاينش الحوار، استقبلتهم وجلست معاهم ولقيت فيهم كلهم فاكسيني. فكاين شي حاجه اللي هي غير مفهومه، لانه يمكن هما كيقولوا بان التنزيل ديال الباس فاكسينال هو اللي كيخلق مشكل، ولكن هو تحصيله حاصل. انا ما كنظنش بان الاغلبيه ديال الساحقه خاصها تكون بان غاده مع هذا الاتجاه هذا باش نكونوا محصنين. ابدا معكم بروفيسور مولاي مصطفى الناشي، اهلا بك معنا. نريد تحليلا اوليا للوضع الوبائي الان في المملكه المغربيه. شكرا الأخت جوهرة على الاستضافة، وأنا سعيد كذلك بالوجود ديالي مع الأساتذة الكرام الأستاذ فتحي والأستاذ بدو كذلك. فعلا كما جاء في التقديم ديالكم، الحالة الوبائية الحمد لله في المغرب هي في تحسن وليست مقلقة. الأرقام كلها هي أرقام لطمئنان، هي أرقام خضراء بعد ما بعد 10 يعني أسابيع على التوالي. الحالة اليوم تنشوفوا كاين عندنا 100 حالة، وكاين عندنا تقريبا 6 حالات ديال الوفيات،
فهذه الأرقام كلها هي في تراجع، وكذلك المعدل ديال الانتشار هو في تراجع، والمعدل ديال الإماتة كلهم في تراجع. فجميع الحالات كلها يعني تجعل المواطن باش يكون مطمئن، وتقول المواطن بأنه الحمد لله تدبير الجائحة غادي في الطريق المستقيم، والآن حتى العملية اللقاح الحمد لله تتشوفها بأنه بدأت تعطي الأكلة ديالها، بأنه وصلنا تقريبا 23 مليون الحمد لله، والناس اللي تياخذوا الجرعة الثانية تقريبا وصلنا مليون. فهذه الأرقام كلها هي تدعو للاطمئنان والحمد لله. طيب أمر إلى البروفيسور عبد الله بادو. أهلا بك بروفيسور، مساء الخير. هل خرجنا فعلا من مرحلة الخطر بروفيسور بادو؟ وهل نحن في منأى عن موجة خطيرة أخرى؟ مساء الخير أخت جوهرة، سعيد جدا بتواجدي معكم. تحية للزملاء الكرام أستاذ فتحي وأستاذ ناجي. للجواب على سؤالكم، أظن أننا يعني ما لاحظناه لحد الآن هي موجة عادية شفناها بالارتفاع ديالها بالقمة ديالها والانخفاض، وحنا يعني كنتجهوا نحو واحد الاستابيليزاسيون، يعني تقريبا انتهينا من هذه الموجة هذه. نعم، استقرار تماما، يعني تقريبا انتهينا من هذه الموجة هذه. لكن أنا أظن أن العمل ديالنا ما انتهاش، العمل ديالنا كينتهي الوقت اللي الفيروس كيوقف، الوقت اللي الموجه كتنتهي. في رايي انا تما فين خصنا نكونوا خدينا واحد العدد ديال الاجراءات المهمه جدا، لان انا شخصيا عندي عدد كبير ديال علامات استفهام، وهنا خصنا نكونوا في مثل هاد اللحظات هادو اللي خصنا نكونوا خدينا واحد يعني واحد العدد كبير ديال التدابير اللي غنفهموا فيها فين غادين هذوك اللقاحات اللي كنعطيو للاشخاص ديالنا بما فيهم كل فئة عمرية. وهاتي قلناه في السابق، خصنا نعرفوا كل فئة عمرية ديالنا واش الاستجابة المناعية يعني فعالة فيها، وقتاش كتبقى فعالة، واش من وقت ما تتبقاش فعالة، باش كنعرفوا راسنا في الأشخاص ديالنا المغاربة ديالنا اللي خداو لقاح الأغلبية ديالهم سينوفارم، نعرفوا الفعالية وقتاش كتمشي ديك الفعالية، ومن طبيعة الحال نعرفوا حتى واش باقي عندنا هذا المتحور دلتا ولا جا المتحور الجديد اللي كيتسمى AY4.2. يعني احنا باش نجاوب على السؤال ديالك الاخت جوهره، واش احنا في منأى على موجه اخرى؟ لا لا لا، بل احنا خصنا نكونوا موجزين راسنا، وتكون عندنا واحد الاستراتيجيه واضحه في ثبات، ونكونوا يعني ولكن تكون غادي على اسس علميه. واظن انه اهم يعني باش نكونوا غادي ندبروا هذه الجائحه، لان مشينا مزيان في تدبير الجائحه، ومنذ ان اخذنا الجرعه الثانيه تما كان خصنا نبداو التحاليل ونفهموا الاستجابه المناعيه ديال كل فئه عمريه ديالنا فين غاده. ما درناش حتى شي واحد ما غادي يديرها لينا، وهذه الفئه العمريه خصنا نعرفوا. ماذا تقصد بروفيسور بادو؟ قد يبدو كلامك غير واضح تماما. هل هذه الدراسات هي بقيد الانجاز ام ليس بعد؟ هل ما زالت اسئله عالقه بالنسبه اليكم كان يمكن ان تجدوا اجابات عليها؟ هذا ما تقصد؟ نعم نعم نعم. الدول اللي قررت مثلا انها تعطي الجرعه الثالثه، طيب، على مدى اعتمدت؟ قامت عند سكانها ب الكشف على المستوى ديال الاستجابه المناعيه. واحد الطريقه اسهل باش كنشوفوا المستوى ديال الاستجابه المناعيه هي المستوى ديال مضادات الاجسام. ماذا تقصد؟ ربما الكثيرون لا يعلمون ماذا يعني الاستجابه المناعيه. حينما نعطي اللقاح جسدنا يقوم بإثارة استجابة مناعية، لا ريبونس، اون ريبونس ايمونيتير، اللي هي كتكون يعني إنتاج واحد العدد ديال المواد مناعية ضد الفيروس. حينما نقول هذوك المواد المناعية ومنهم المضادات الأجسام راه تكونات عند واحد الشخص، الاستجابة المناعية أو هذوك مضادات الأجسام ما كتكونش عند الشخص اللي عنده مثلا 70 سنة أو 80 سنة بنفس الطريقة عند شخص ديال 20 سنة. طيب. الاستجابة المناعية كتكون أقوى عند شاب
بالمقارنه مع الشخص الكبير في السن. اذا داكشي علاش كنقول اننا خصنا نتبعوا الاستجابه المناعيه ضد الفيروس. لتتبع هذه الاستجابه المناعيه ماذا علينا ان نفعل او ماذا على السلطات ان تفعل؟ يجب ان ناخذ عينات بعد الجرعه الثانيه، مثلا عينه كل شهر، عينه يعني من كل فئه عمريه، وناخذ الدم من عند كل فئه عمريه، ونقوم بكشف هذه المسائل سهله. وهذا لما يتم القيام به؟ ليس بعلمي، لان الوقت اللي بغينا ناخذ القرار ديال واش ناخذ الجرعه الثالثه ام لا، الوقت اللي غادي ناخذ القرار واش ناخذ الجرعه الثالثه ام لا، على ماذا نعتمد؟ نعتمد باش كنشوفوا واش الاستجابه المناعيه ضد الفيروس باقا قائمه او لا. اذا على ماذا تم الاعتماد في المغرب لربما سن الجرعه الثالثه؟ على دول اخرى اللي خضات لقاحات مختلفه علينا. وبالتالي من غير الا كانوا معطيات اللي ماشي في علم حتى شي حد. لكن انا ما، وهذا الشيء قلناه قبل الاخت جوهره وقلناه معكم، يعني خصنا نتبعوا الاستجابه المناعيه ديال الاشخاص ديالنا باش نعرفوا فين وصلات. والوقت اللي كنشوفوها، الوقت اللي كنقولوا اليوم راه تم انخفاض ديال الاستجابه المناعيه، نحن نحتاج الى جرعه ثالثه. لم نعتمد على الاشخاص ديالنا. ونحن نعلم جيدا ان ما تمت حتى شي دراسه باللقاح ديال سينوفارم. اذا هذا الاستجابه طيب. المناعيه واضح. اللي غادي تتم باللقاح ديال سينوفارم ماشي هي اللي غادي تتم باللقاح ديال فايزر. الاستجابه المناعيه عند الشخص الافريقي ماشي هي عند الشخص الامريكي، وماشي هي اللي عند الشخص الاوروبي. اذا واضح تماما، هذا سؤال موجه اذا وزاره الصحه، ننتظر جوابا منها. امر الى البروفيسور خالد فتحي، ما تعليقك على ما تفضل به الاستاذ بادو؟ هل تتفق معه من الناحيه العلميه على ما تفضل به؟ اولا شكرا على الاستضافه، واظن ان مقاربه الاستاذ بادو هي بالتاكيد مقاربه علميه، ولكن كما نعلم جميعا أن الإحصاءات تنفع كثيرا في ميدان وفي حقل الطب. يكفي أن نلاحظ وأن نحلل الحالات التي يتم استشفاؤها داخل المستشفيات المغربية ولكي نخرج بخلاصات. مثلا إذا لاحظنا أن بعض الملقحين أخذوا يتقاطرون على أقسام الإنعاش أو في المصالح الاستشفائية بعد 6 أشهر من مرور الجرعة الثانية، يمكننا أن نستخلص آنذاك أن الأجسام المضادة قد تقل بعد مرور هذا الزمن الفاصل. ولكن هذا احتمال بروفيسور، لا تستطيع أن تؤكد أن هذا احتمال قائم 100%. هذا ما تقوم به، لا هذا ما تقوم به وزارة الصحة، وهذا ما لدينا دراسة للحالات ونعرف أي فئة عمرية تدهورت يعني مناعتها بعد تلقي اللقاح، يعني ما هو الفاصل الزمني الذي أخذت فيه هذه الحالات تظهر، وبالتالي يمكن أن نخرج باستنتاجات. وبطبيعة الحال نحن نواجه فيروسا مشتركا بين البشرية كلها، ونستطيع أن نستفيد من الدراسات المحكمة ومما ينشر من الأبحاث عبر العالم، ويمكن أن نتجنب الأخطاء التي يقع فيها الآخرون. المغرب الآن يوجد على المستوى الوبائي في وضعية مريحة تساعد على التسريع بالتلقيح، ولكنه دائما علينا أن نتحسب وقوع موجة جديدة، لأن هذا الفيروس هو فيروس المفاجآت، وعيننا على ما يقع في العالم. نحن نرى كيف أن الإصابات ترتفع في أوروبا مرة أخرى، ونرى أننا مقبلون على فصل الشتاء، ونرى كذلك أنه ليست هناك عدالة في اللقاحات بين
شعوب العالم، وبالتالي نتوقع ظهور متحورات أخرى، ولذا لا يجب أن نضع البنادق في هذه الحرب، يجب أن نظل متأهبين، ويجب أن نسير في مسار التلقيح بسرعة لكي نتفادى السيناريوهات المتشائمة. يجب أن نستعد. طيب سنعود إلى هذه النقاط لاحقا إذا تفضلت بروفيسور. أعود إلى البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، أنت مدير مختبر لفيروسات، هل من الضروري جدا تتبع الاستجابة؟ هل تقومون بهذا العمل بروفيسور؟ وفعلا غير واحد تدخل تكميلي للمداخلة ديال الأستاذ والصديق سي بدو، هذه مدة ديال 3 شهور أو 4 كان جاتنا الفكرة باش نقوموا بواحد الدراسة ديال هاد المناعة كيف تقدم الأستاذ بدو مع واحد الصديق والزميل اللي هو في علم المناعة، واللي كنا تفاهمنا بنا نديروا واحد دراسة على الصعيد الوطني وفعلا باش نشوفوا هذه الاستجابة وهذه المضادات وهذه المناعة كي جا بها الأخ الأستاذ بدو. وكانت أول يعني باش يكون عندنا هذه المعلومات خصنا هذوك النتائج اللي توصل بها إلى حد الآن، واتصلنا بإخوان وزملاء في المعهد الوطني للصحة وطرحنا عليهم الفكرة بأنه هذه هي النية باش نقوموا بهذه الدراسة، وكان الجواب ديال الناس ديال المعهد الصحي بأنه هذيك الدراسة قاموا بها ونجزوها وعندهم فعلا النتائج، بين ولا داعي باش نوضو حنا نقومو بديك الدراسة لأن هما قاموا بها. ففعلا هادشي اللي قال الأستاذ بدو راه هو اللي خصو يكون، لأنه هذاك المضادات وراه كل شخص يمكن ليه يقوم، لأنه يمكن ليه يتجه كل شخص للمختبرات اللي تعملوا هاد التحليلات ديال هذاك المضادات وتعرفوا دوك المضادات اللي عند الشخص هادو كي قال الأستاذ تيتسماو لي زي جي جي، هذوك لي زي جي اونتي كوفيد اللي تتنجو بعد ما الشخص تصاب بداك الفيروس. بعد ولكن بروفيسور مصطفى الناجي هذا تبقى لا هذا تبقى تحرك بمفردك، ولكن البروفيسور بادو يتحدث عن تتبع الحالة الوبائية والاستجابة لهذه اللقاحات على المستوى الوطني وتشكيل قاعدة بيانات واضحة تضع المغرب في وضوح تام بالنسبة لهذا، هذا ما يقصده أعتقد أستاذ بادو، سأرجع له لاحقا. تمام. احنا غير باش نمشيو في هذا الاتجاه كان اتصال مع الناس ديال لانسيتو دي جي، لا واضح تماما وهم اجابوكم انهم قاموا بذلك. طيب بروفيسور عبد الله بادو، اريد ان انتقل الى المؤشرات التي تحتاج الان الى تحسن في رايك في المغرب. لا اظن ان الحمد لله يعني الوضعيه الوبائيه في المغرب جد جيده الان، يعني الحالات أو عدد الإصابات اليومية الحمد لله انخفضت بشكل كبير. أنا ما كنديش على اليوم الاثنين، لكن شفنا مساء البارحة 200 حالة، الحمد لله هذه أرقام جيدة. كان شفت الإيجابيات، يعني ما نسميها أنا الإيجابيات، يعني التحاليل المخبرية انخفضت بشكل كبير، اليوم مثلا 1.6% ديال التحاليل فقط اللي هي إيجابية. شفنا الحالات الخطرة الحمد لله انخفضت كثير، شفنا معدل أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 نزلت 9.5% اليوم. إذا الحمد لله كل أو يعني كل المؤشرات الوبائية في تحسن، غير أناش كنقول الوقت اللي إحنا الحمد لله في تحسن الآن خصنا نستعدوا، لأن إحنا ليس كيف قلت يا الأخت جوهر إحنا ماشي بمنأى على موجة أخرى، لكن خصنا نستعدوا نعرفوا حيت أعطيت اللقاح الأشخاص ما كيعنيش الأشخاص راه محميين. عطيت اللقاح الأشخاص باش نعرف الأشخاص واش محميين، خص على الأقل ناخذ عينات وتكون عندي فكرة هذاك اللقاح اللي عطيت كيفاش كانت الفعالية ديالو من خلال استجابة ديال
السكان ديالي. هذه هو الفكره اللي، اما للرجوع للسؤال ديالكم، انه فعلا حاليا يعني الوضعيه الوبائيه في المغرب هي جيده جدا، لكن خصنا نبقاو نحتاطوا، طيب لانه راه كاينه من طبيعه الحال متحور جديد اللي ظهر في 27 دوله الان، فخصنا نبقاو محتاطين من طبيعه الحال. طيب هذا المتحور، طيب طيب بروفيسور خالد فتحي، هناك متحور جديد في 27 دوله، ما مدى خطورته؟ هل اللقاحات المتوفره فعاله ضده؟ هو هذا المتحور الجديد هو متحور متفرع عن سلالة دلتا، يمكن أن نقول أنه متحور المتحور دلتا. هو رصد في بريطانيا منذ شهر يوليوز، والآن يمثل 8 إلى 9% من مجموع الحالات. الخبراء البريطانيون الذين لهم خبرة كبيرة في رصد هذه المتحورات يقولون بأن سرعة انتشاره تفوق 10% السلالة الأصلية دلتا، التي تفوق بدورها ب50% السلالة البريطانية ألفا، والتي هي بدورها تفوق السلالة الصينية الكلاسيكية ب50%. لحد الآن المعلومات التي ترشح هي معلومات يعني نوعا ما مطمئنة. يقول الخبراء أنه ينبغي فقط الاكتفاء بالمراقبة. هذا الفيروس أو هذا المتحور الجديد ليس من المؤكد أنه سيكون أكثر مقاومة للقاحات الموجودة الآن، وليس من المؤكد أيضا هل سيصبح هو السلالة المهيمنة في العالم. لذلك تبادر جميع الدول أو الدول اليقظة إلى قطع الرحلات مع الدول التي توجد فيها بؤر لهذا المتحور. ما أستطيع أن أقوله أن الوضعية مقلقة بأوروبا، وخصوصا بأوروبا الشرقية، في روسيا، في بريطانيا، في ليتوانيا التي تريد العودة إلى الحجر الصحي بما فيه الحجر على الملقحين، في رومانيا، في هنغاريا. ولذلك مع اقتراب فصل الشتاء الذي تحبد فيه الفيروسات الجهاز التنفسي التجول بحرية أكثر، أظن أنه يكون من اللازم علينا في المغرب أن نسرع الحصول على المناعة الجماعية، وأن نراقب مرة أخرى حدودنا لكي نتفادى ما يصطلحون عليه في أوروبا. ولكن نحن كنا نهلل لتجربة بريطانيا في التلقيح. نعم، كنا نهلل لتجربة بريطانيا، وبريطانيا نفسها كانت تنتشي بأنها يعني كانت متفوقة خصوصا على جارتها فرنسا. الآن انقلب الوضع، لأن بريطانيا عندما حصلت أو اقتربت من مناعة القطيع، ماذا وقع؟ الذي وقع هو أنها ارتكبت بعض ليست الأخطاء. ليس مناعة القطع لكي نكون أكثر المناعة الجماعية، ارتكبت بعض الأخطاء، مثلا فيما يخص تلقيح رفع القيود. نعرف يوم الحرية في 19 يوليوز الذي أعلنوا فيه رمي الكمامات وعدم اعتماد جواز التلقيح. كذلك بالنسبة لتلقيح الأطفال، نسبة التغطية منخفضة جدا، تصل فقط ل 15%، بينما في فرنسا تصل تغطية الأطفال باللقاح إلى 75%، مما يعني أن هذه الأخطاء في بريطانيا هي التي تسببت في هذه الكارثة. دخلت بريطانيا في هذه الموجة الآن 50,000 حالة يوميا و 150 وفاة في اليوم. ورغم ذلك يظل وضع بريطانيا أفضل من وضع روسيا التي تسجل فقط 37,000 حالة، ولكن مقابلها أكثر من 1,000 وفاة. والفارق هنا هو التلقيح. الشعب الروسي لم يقبل على التلقيح، اللقاح وصل إلى نسبة 30%. طيب بروفيسور، واضح تماما.
أعود إلى البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، جواز التلقيح من الناحية العلمية ما أهميته؟ الأهمية، بغيت نضيف واحد النقطة كيجي الأستاذ فتحي وقالها، بريطانيا كانت سباقة في العملية ديال التلقيح وسباقة في كثير الحوايج، ولكن كان هناك واحد الخطأ اللي هو واحد الخطأ اللي هو فادح، كانت بتعتمد الجواز ديال التلقيح في الشهر ديال يونيو ومن بعد تراجعت، وهذاك التراجع ديالها هو اللي تتأدي به اليوم ما تعيشه. فهذا جواز التلقيح هو عنده إيجابيات كثيرة، لأنه هذا الجواز تجعلنا باش نمروا في أقرب وقت التلقيح جميع، يعني مثلا تنهضر على المغرب على المغاربة، ولا تلقحوا جميع المغاربة، غادي ندوزوا في أقرب وقت المناعة الجماعية، واللي غادي تجعلنا نخرجوا في أقرب من هذا الوباء. لأنه وضعتي واحد السؤال أخت جوهرة اللي هو أساسي، نقوله الخطورة ديال هذا المتحول الجديد اللي هو AY4J عنده واحد الخصوصية، أنه العلماء في الفيروسات يقولوا بأنه هذا المتحور تقدر تنتج عليه ما يسمى بليشافمون إيمينيتير، معنيته إلى تسنينا احتجانا قبل ما نكتسبوا ديك المناعة الجماعية، الناس اللي ياخذوا داك اللقاح، داك اللقاح ما تبقاش عنده الفعالية. فهنا فين خصنا نسرعوا بالوتيرة ديال التلقيح ونوضوا نلقحوا أكثر عدد حتى تكون عندنا هذه المناعة الجماعية. فالآن هذا الشيء أكثر بزاف ديال الدول تخافوا من هذا ليشابمون إيمينيتير اللي هذا المتحور يقدر يكون هو السبب ديالها. طيب بروفيسور عبد الله بادو، كيف يمكن تطبيق هذا الجواز، جواز التلقيح بصورة سليمة؟ هل كان من المفروض أن يطبق ربما تدريجيا؟ يهمني أن أسمع رأي البروفيسور في هذه النقطة. نعم، أنا أظن أن جواز التلقيح عنده إيجابيات وعنده سلبيات. الإيجابيات هو تشجيع الأشخاص أنهم يمشوا يتلقحوا. أنا كنت قلتها قبل في المنبر ديالكم الأخت جوهرة، قلت قبل ما ندوزو لشي ديميزيغ لي شوية دراستيك، نبداو بديميزيغ شوية خفاف، يعني نمشيو تدريجيا ونحاول نتحدثوا مع المغاربة ونشرحوا للمغاربة بأنه خصنا نمشيو نتلقحوا، لا سيما أتحدث هنا على الجرعة الأولى والثانية. أنا كنحط الجرعة الأولى والثانية في كفة، وكنحط الجرعة الثالثة في كفة أخرى، ويمكننا نرجعوا لهذ النقطة هذه. لأن الجرعة الأولى والثانية ما فيهمش، فيهم إجماع عالمي ديال كل الدول ديال كل المنظمات ديال، دونك ما فيهمش نقاش، ومحتاجين كنا الجرعة الأولى والثانية، الجرعة الثالثة فيها نقاش آخر. إذا الجواز التلقيح عنده إيجابيات، لكن أظن أن يجب إلى بغينا ناخذوا القرار ديال جواز التلقيح، وخذينا جميع ديال يعني المبادرات الاخرين وما قدروا حتى شي حاجه وصلنا لجواز ديال التلقيح، يجب تنزيله يعني بتأني وبخطه ثابته، وكذلك ب يعني تدريجيا وسختو على اسس علميه. الوقت اللي كنقول راه غادي نفرض جواز التلقيح على هذا النوع ديال التلقيح، خص يكون هذاك النوع ديال التلقيح ما فيش نقاش، ما بقاش فيه نقاش عالميا. الا غنفرضوا على واحد المواطن، يعني ان هذاك اللقاح، وهنا كنخص بالذكر الجرعه الثالثه، خصها ما تبقاش فيها نقاش. الجرعه الثالثه باقي فيها نقاش عالميا، ويمكننا نرجعوا لهذه النقطه هذه. اذا باش نرجع للسؤال ديالك الاخت جوهره، نقدروا نفكروا في سميتو في جواز التلقيح، لكن خصنا نمشيو به تدريجيا. وانا شخصيا افضل جواز صحي على جواز التلقيح، لانه كاين اشخاص اللي ما يمكنش لهم يتلقحوا، هذوك اش غادي نعطيهم؟ غنعطيهم جواز صحي. اذا نديروا جواز صحي، الاشخاص مثلا اللي عندهم اجسام مضاده وباقي عندهم المناعه باش يقاوموا الفيروس، وكيوريوني كيعطوني واحد الوثيقه كيوضحوا لي بانهم عندهم الاجسام المضاده، لانهم فايتين داروا المرض مثلا وخذوا جوج الجرعات، اذا عندهم بما يكفي اسميتو الاجسام المضاده،
غنزيدهم جرعه ثالثه بعد 6 اشهر، هما عندهم الاجسام المضاده الكافيه في الجسد ديالهم ويقدروا يمشيوا يديروا هذا الكشف في اي مختبر ويوضحوا لي بانهم عندهم اجسام مضاده. اذا هذا انا كنسميه من الاحسن يكون جواز صحي اللي ما بغاش يدير التلقيح وعنده محمي، يعني ذاك اللي غياخذ اللقاح حتى هو غادي يكون يحمل من بعد اجسام مضاده. الا الشخص ديجا عنده اجسام مضاده، علاش غنزيدوا اجسام مضاده على اخرى؟ إذن هذه الفكرة. هل بروفيسور من الناحية المناعية وأنت متخصص في ذلك، إذا كان عندك ما يكفي من المضادات الحيوية وتضيف جرعة أخرى، هل هو زيادة في المناعة أم فيه مخاطر ما؟ خصنا نقوم بتجربة لمعرفة الجواب، خصنا نقوم بتجربة، لكن حسب علمي ما كاينش شي مخاطر كبيرة، لكن ممكن كتقدر تكون عند بعض الاشخاص القليله كتكون بعض المضاعفات، لكن على العموم ما كتكونش شي مضاعفات طيب. كبيره. سؤال، لكن كاين واحد النقطه اللي مهمه جدا وهذه بغيت نضيفها استاذ. عالميا اللقاحات اللي يمكننا نمجزو بالجرعه الاولى من جهه والجرعه الثالثه، واللي عندنا دابا الضوء الاخضر لهم، هو المجز بين أسترازينيكا وفايزر فقط، ولا فايزر وفايزر. موديرنا أمريكا باقي كتنتظر الضوء الأخضر ديال الوكالة الأمريكية، أوروبا باقي ما عطاتش الضوء الأخضر ديال موديرنا. المغاربة يهتمون بهذه النقطة خاصة، وأريد إجابة على ذلك. من أجل السفر هناك لقاحات مطلوبة، هل يجوز أخذ جرعة أولى وثانية بسينوفارم مثلا وجرعة ثالثة بفايزر؟ من الناحية المناعية هل يشكل هذا مشكلا؟ هل لدينا إجابات واضحة من علمائنا؟ هذه المسألة هذه واضحة عند يعني عند العلماء كلهم، تيقول لك إلا بغيت نقوم بهذه المسألة هذه خصني ناخذ عينة من الأشخاص ونعطيهم سينوفارم ونعطيهم بعد ذلك فايزر وحتى نشوف بان ما كاينش مضاعفات ونشوف بان كاين استجابه مناعيه، بحال الا غنقوم بتجربه سريريه. عندنا هذه التجربه غير موجوده، هذه النتيجه متوفره ام لا؟ لم أراها. إذا عندما يقول بروفيسور أنه يمكن المزج بين اللقاحات، هذا كلام ليس دقيقا تماما، ليس آمنا تماما. عالميا عالميا طيب عالميا ما هو موجود هو نعطي للشخص فايزر ونعطيه عاوتاني فايزر. الوحيد الذي دارت عليه دراسات هو تاخذ استرازينيكا وتبعوه فايزر، الوحيد اللي دارت عليه دراسات ما كاينش مضاعفات وكاين استجابه مناعيه جيده، الوحيد طيب. اقول طيب. الوحيد، والثاني هو أسترا من فايزر من استرازينيكا الموديرنا، لكن احنا ما عندناش موديرنا. بروفيسور خالد فتحي، تحدث البروفيسور بادي عن الأشخاص الذين لا يمكن لهم الحصول على التلقيح، ليتك توضح لنا من هم. في الحقيقة أن الموانع ضد يعني تلقي لقاح كورونا هي قليلة وقليلة جدا. كنا في البداية نستثني الحوامل، ثم بعد ذلك تبين أن الحوامل من الواجب تلقيحهن وفي أي مرحلة من الحمل، كذلك الأطفال. هذه الاستثناءات كانت استثناءات انتقالية فقط لأنهم لم يشاركوا في التجارب السريرية، ثم بعد ذلك أجريت تجارب سريرية على الأطفال، والآن هناك تجارب سريرية أيضا على الأطفال ما بين سنتين وخمس سنوات وما بين 5 سنوات وإحدى عشر سنة، ومن المنتظر أن تشرع الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر المقبل في تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 سنة. إذن الموانع دائما في طريقها إلى أن تقل. بالنسبة للأمراض المزمنة من المطلوب التلقيح خلال عندما يكون الشخص مصابا بالسمنة، بارتفاع الضغط الدموي، بالسكري، حتى السرطان. أمراض الحساسية
أمراض الحساسية التي تطرح تساؤلات كثيرة لدى المواطنين. يجب أن نفرق بين الحساسية العادية كالحساسية إلى البنسلين مثلا، تشعر بحكة بسيطة، تشعر ببعض الأعراض البسيطة بعد تناول بعض الأدوية، هذه حساسية عادية ويمكن التلقيح وتتم مراقبتك لمدة نصف ساعة داخل مركز التلقيح وغالبا ما تمر الأمور بسلام. هناك ما يسمى بصدمة الحساسية، وهم الأشخاص الذين تعرضوا لحساسية مفرطة استدعت دخولهم إلى الإنعاش والخضوع إلى التنفس الاصطناعي، وهم يتذكرون جيدا مثل هذه الأزمات التي مروا بها ويستطيعون أن يصفوها للطبيب. في هذه الحالة بالنسبة لصدمة الحساسية هنا تفكر حتى الوزارة وربما تضع أنه سيكون هناك أخذ احتياطات يعني كبيرة لأجل تلقيح هؤلاء، بمعنى أن يتم تلقيحهم داخل أقسام الإنعاش ويكون بجانبهم أطباء متخصصون في الإنعاش لإسعافهم إذا اقتضى الأمر. هناك الحساسية لبعض مكونات اللقاح، هذه في رأيي هي الفئة الوحيدة التي يمكن إعفاؤها من اللقاح. الذي يجب أن أقول هو أن هؤلاء يعني الذين امتنعوا عن اللقاح هم ليسوا يعني مجموعة متجانسة، ليسوا كلهم ذوي أعذار صحية، هناك البعض متقاعس فقط والبعض الآخر متردد فقط والبعض الآخر ليس له المعلومات الكافية، وقلة قليلة هي التي لها هذه الأعذار الصحية، ثم هناك الفئة الأخرى التي لها موقف من اللقاح والتي لا تريد التلقيح. إذن هذا هو الوضع. هناك بعض يعني الموانع المؤقتة، وأن يكون الشخص مصابا بمرض تعفني حاد، في هذه الحالة لا يجب تلقيحه حتى يجتاز هذه المرحلة من المرض التعفني الحاد، وبعد ذلك ينبغي تلقيحه. طيب أعود إلى البروفيسور مصطفى الناجي. بروفيسور، مع كل التحفظات التي أبداها البروفيسور بادو، ما أهمية الجرعة الثالثة بالنسبة إليك؟ بالنسبة لي أنا الجرعة الثالثة عندها واحد الأهمية قصوى، أنه فعلا على الصعيد العالمي تتبين بأنه المناعة عندها واحد سقف زمني، وكثير من الدراسات على الصعيد العالمي تبينت بأنه عندها المدة ديال 6 شهور حتى 8 شهور في جميع اللقاحات، أم المدة تختلف من لقاح إلى آخر؟ هل نعرف هذه المدة كذلك بروفيسور؟ هذه المدة قلت لك تقريبا هذه اللقاحات، لأنه اللي معتمدة هنا في المغرب عندنا 7 لقاحات، وهذه اللقاحات كلها تمت دراسة، ومن بعد الملف ديالها تتحل وتتدرس، وأغلبيتها تكون عندها هاد النتائج اللي تنقولوا، تقولوا واحد المدة عندها واحد المدة ديال سقف زمني بين 6 شهور حتى 8 شهور، ومن بعد دوك المضادات اللي هضر عليهم الأستاذ بدو في البداية يتقلصوا. فإلا بغينا نعطي واحد الدفع المناعة ديال الشخص الحماية ديالو لازم، وهذا معروف الأستاذ بدورة وتيشتغل في هذا الميدان تعرف بأنه إلا بغينا نزيد في المناعة ونعطي واحد الدفعة تنعطي واحد البوست، وهذاك البوست يجعل ديك المناعة تتعزز بأكثر عند الشخص. فأظن بأنه هذه الجرعة الثالثة ما عندها إلا إيجابيات، ولكن شريطتها أنه يمشي وماشي تكون يعني واحد الوقت الزمني قصير بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة، خصنا نخلي واحد المدة. وكيتبينات على الصعيد العالمي كلها هي 8 شهور، يقدر الشخص كاع يتسنى 8 شهور وديك الساعة المناعة تتكون نزلت، وهنا هذيك الدفعة لازم تصبح ضرورية، لأنه مع الوقت يعني هذيك المناعة ما تتبقاش عند الشخص والشخص تولي غير محمي. فإذا
هاد الجرعة الثالثة أظن بأنه عندها إيجابيات، وكي قال رجل الأستاذ راه كاينين دراسات اللي هي واضحة، مثلا حتى تاخذ يعني اللقاح ديال أسترازينيكا ومن بعد تجي الجرعة الثالثة من عند فايزر تتعطي واحد الدفعة والشخص يصبح أكثر حماية. بروفيسور بادو، ربما ماذا تقول للذين ما زالوا مترددين متخوفين من التلقيح، كيف تقنعهم بذلك؟ نعم، هناك أنا أتحدث عن الجرعة الأولى والثانية، نعم، وسأتحدث كذلك عن الجرعة الثالثة. أظن أن الجرعة الأولى والثانية هناك إجماع، هناك إجماع من طرف الجميع، من طرف جميع الدول، من طرف المنظمات، منظمة الصحة العالمية، من طرف الجميع. إذا ولحد الآن أنا تحدثت مع الأشخاص اللي باقيين مترددين في اللقاح، ففتنا 6 الملايير الجرعة اللي تخضعوا عبر العالم. إذا كنا غنشوفوا شي مضاعفات كنا شفناهم، شي مضاعفات خطيرة. إذا الجرعة الأولى والثانية راه مهمة جدا وخصنا ناخذهم، لأنها كتعتبر بحال أول مرة الذات ديالنا غادي تشوف فيروس او مكون من الفيروس، وبالتالي غتبدا تصوب ما يفيد او يعني استجابه مناعيه والمواد اللي غادي يمكن لهم انهم يبطلوا نفعوت الفيروس. بالنسبه للجرعه الثالثه باقي هناك اختلاف بين الدول وبين المنظمات. مثلا انا نعطيكم غير منظمه الصحه العالميه تقول ان النتائج اللي كاينه لحد الان غير كافيه باش تثبت هي في الجرعه الثالثه، وتقول ان ولو ان ذاك الانخفاض الطفيف اللي كيبان في المناعه ما كنعرفوش العتبه، حيت الانخفاض راه شكل، واش كاين واحد الانخفاض اللي ما بقاش كيسمح ليه انه يبطل مفعول الفيروس. داكشي علاش المنظمه الصحه العالميه كتقول لك خصنا نتريتو ونعطيو فقط الجرعه الاولى والثانيه، ولكن ونزيدوا مازال بروفيسور الدراسات. نعم، نحن نتريث في أمور ما في الحياة، ولكن نحن أمام فيروس قد يكون قاتلا وتداعياته خطيرة، أليس من المنطقي أن نأخذ جرعة ثالثة حماية لهؤلاء الذين قد تماماً يكون التريث خطيرا أو قاتلا لهم؟ مهم جدا، سؤال مهم جدا. هذا ما عملت به أمريكا، هذا ما عملت به فرنسا. فماذا عملت؟ أعطت الأشخاص اللي فوت 65 سنة لأن عندهم هشاشة صحية، والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة فقط. ولكن الشخص اللي عنده 20 سنة لماذا غنعطيه الجرعة الثالثة؟ ولكن الفيروس الشخص اللي عنده 24 ساعة، ولكن بعض المتحورات قتلت شبابا وأدخلتهم إلى أقسام الإنعاش كذلك، أليس كذلك؟ من طبيعة الحال، لكن ما نتحدث عنه هنا هو أنه الاحتمال ديال أن شاب يتقتل بالفيروس ديال كورونا فهو ضعيف جدا جدا جدا، ولكنه غير منعدم بروفيسور. نعم، غير منعدم من طبيعه الحال، غير منعدم من طبيعه الحال. ولكن امريكا دابا القرار اللي خذت هي انها كتعطي فقط الجرعه الثالثه للاشخاص اللي فايتين 65 سنه والاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه. فرنسا تقوم بنفس الشيء. طيب، فما كتعطيش جميع الاشخاص. هذا هو الاحتياط اللي تحدثوا عليه الاخت جوراره، من اجل هذا الاحتياط هذا كتعطي، واخا باقي ما كملتش الدراسه تماما، كتعطي لهاد الاشخاص هادو احتياطا لان عندهم صحه هشه وبانهم عندهم امراض مزمنه. طيب بروفيسور خالد فتحي، اشرت الى نقطه مهمه من في تدخلاتك من قبل، اذا ما اهميه ان الخضوع الى التلقيح و اتخاذ إجراءات لا تهدد السلامة الأمنية؟ رأينا مثلا ماذا حدث في فرنسا، في إيطاليا من قبل، في بريطانيا مؤخرا. ما أهمية أن نخضع للتلقيح وفي نفس الوقت نلتزم بالإجراءات الاحترازية، خاصة وأن المتحورات ما زالت تتحور؟ هو للإجابة عن هذا السؤال لابد أن ألفت نظركم إلى أن البلاغ الحكومي الذي صدر اليوم كان مصيبا في اعتبار التلقيح إجراء احترازي.
لأول مرة نتكلم عن التلقيح كإجراء احترازي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا عندما نريد أن نحمي المواطن فإننا نعطيه عدة إمكانيات للحماية. الحماية الأولى هو أن يغسل يديه، الحماية الثانية هو أن يكون على مسافة من الآخرين، الحماية الثالثة هو أن يكون الشخص الذي يقابلك يلبس كمامة، الحماية الرابعة هو أن يكون ذلك الشخص الذي يوجد وراء الكمامة ملقحا وليس غير ملقح. طيب. إذن هنا تبرز أهمية التلقيح وجدواه. أنا فقط أريد أن أعود لقضية الجرعة الثالثة باختصار. منظمة الصحة العالمية بالطبع ليست متحمسة كثيرا للجرعة الثالثة، وذلك يعود لاعتبارات سياسية لأنها مسؤولة عن الصحة في العالم، وترى أنه من غير المناسب ومن غير الأخلاقي أن تشرع بعض الدول في الجرعة الثالثة بينما دول أخرى لم تحصل حتى على الجرعة الأولى، وبذلك رأيها في هذه المسألة بالضبط هو رأي غير علمي 100%. الدول المتقدمة والتي لديها مختبرات قامت بالدراسات وهي تنهج سياسة براغماتية، وهو ما ينهجه المغرب لفائدة سكانه، ولذلك ذهب المغرب في اتجاه الجرعة الثالثة. بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية تبدأ المقاومة للتعفنات في التدهور، وهذا ما نلاحظه الآن في بريطانيا حيث ارتفعت نسبة الإصابات بشكل عام، ولكن ما لاحظناه لدى المتقدمين في السن أن هؤلاء معروفون بأن المناعة تشيخ، ولاحظنا أو لاحظت دراسات كثيرة أن نسبة الإصابة بالحالات الوخيمة تكثر لدى هذه الفئة بعد 6 أشهر، ولذلك هناك اتفاق عام على تلقيح هذه الفئة بالجرعة الثالثة وكذلك الصفوف الأمامية، وأظن أن هذا التلقيح يجب أن يعمم على الجميع، لأن في النهاية الوقاية هي جماعية ويجب أن يضحي بعضنا من أجل الآخر. طيب بروفيسور بدو، أختم معكم في أقل من دقيقة، إلى أين وصلت الأبحاث المتعلقة بدواء فعال لهذا لكوفيد؟ طيب سؤال مهم جدا، أظن أن هذا السؤال مهم، والحمد لله كاين واحد يعني واحد الدواء اللي وأنا كنت فكر أن أشاك فوا كتحط لي هذا السؤال هذا، واليوم راني سعيد أنه كاين دواء الحمد لله اللي عطى واحد النتائج مهمة جدا من طرف واحد الشركة، ربما ما خصنيش نعطي الاسم ديالها. فقريبا ان شاء الله الدواء غادي يكون يعني في السوق. هو بخاخ، عباره عن البخاخ المخاطي ام شيء اخر؟ هو عباره عن كوبخيمي دواء. فاظن انه غادي يساعدنا كثيرا، لان المشكل الكبير اللي عندنا مع اللقاح هو انه للاسف هو كي ينقص من انتقال الفيروس، لكن ما كيحميناش 100% من انتقال الفيروس بين الأشخاص، وبالتالي عدة يعني معادلات غيرهم لنا وغير لنا حتى الرؤية باش كنشوفوا الخروج من هذه الجائحة. فالدواء غادي يكون عنده واحد الدور أظن مهم جدا، لأن الإخوان كانوا كيتحدثوا على المناعة الجماعية، فلسوء الحظ حتى الفكرة ديال المناعة الجماعية تغيرات، ما بقاتش يمكننا نقدروا نوصلوا للمناعة الجماعية بديك الطريقة اللي كنا كنشوفوها قبل، يمكننا نهضروا فيها ربما في شي حلقة أخرى. ما تطرقنا له في أكثر من مناسبة، ربما سنخصص موضوعا خاصا. تغيرت الأخت جوهرة، تغيرت الفكرة. تحدثنا عن ذلك بسبب المضادات الحيوية والاستجابة وما إلى ذلك. تماما، وكذلك المتحورات. وكذلك المتحورات. واحد نسبة كبيرة ديال الملقحين اللي كتكون الآن تقريبا سنعود إلى ذلك لاحقا. شكرا جزيلا لكم بروفيسور مولاي مصطفى ناجي، الشكر موصول للبروفيسور خالد فتحي وللبروفيسور عبد الله بادو على كل ما تفضلتم به. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.